بالنسبه للطرق الداخليه في محافظه المنوفيه، الميزانيه الخاصه بيها، واخر اخبار اللي الرصف والحاجات الاخيره. بالنسبه للطرق المحليه اللي تتبع الاداره المحليه، وتم عمل بروتوكول تعاون بين وزاره التنميه المحليه ووزاره النقل، بحيث تقوم الهيئه العامه للطرق والكباري برفع كفاءه الطرق المحليه التابعه للادارات المحليه، وتم اعتماد في حدود 250 مليون جنيه لرفع كفاءه الطرق دي، وبالاضافه برضو ان وصلنا مبلغ في حدود 50 مليون جنيه لتطوير العشوائيات في مدينه شبين الكوم. فده اعتمادات تم تدبيرها وتم البدء في تنفيذها من حوالي اسبوع. ده بالنسبه للاعتمادات الجديده. انما بالنسبه للاعمال اللي المديريه بتقوم بيها، اذا كانت خطه او اعمال رد فعل اصله في الطرق برضو المحليه، احنا اليومين دول بس من اسبوع لسه عاملين ناقصه عامه ب 30 مليون جنيه لرفع كفاءه واعاده رصف الطرق الداخليه برضو اللي تم انتهاء المرافق بيها، وبدانا نسلم المواقع الايام دي في ب 30 مليون، بالاضافه برضو لتطوير مدخل الشهداء اذا كان اعاده رصف او عمل ارصفه في حدود 13 مليون جنيه، وبدانا التنفيذ فعلا بالخطه دي. فبخلاف شغل الخطه العادي اللي هي الخطه الاستثماريه دي، كان اعتمادها طبعا ضعيف جدا السنه دي، كان في حدود 21 مليون ونص. فطبعا ده الاعمال بتنتهي فيها، يعني بدانا بعض الطرق انتهت، وبعض الطرق انقطعت فيها ونحط فيها السن وجرس يعني تشغيلها لاستقبال طبقات الاسفلت. ده يعتبر يعني ملخص بسيط في بعض الاعمال اذا كانت خطه استثماريه او خطه رد فعل اصله بتقوم بها المديريه، او رفع كفاءه طرق محليه ببروتوكول تعاون بين وزاره النقل ووزاره التنميه المحليه بتقوم بيها الهيئه العامه للطرق والكباري. تمام. في عايز بقى حضرتك مثلا نماذج لاهم الطرق دي، مثلا في تالا مثلا طريق كذا بكلف كذا، في اشمون كذا بكلف، يعني كاسماء حتى او كده. لا، هو فيه طرق كتيره بس للاسف الحصر ماشي يعني مش قدامي دلوقتي. احنا كنا موجودين امبارح مع معالي المحافظ على اساس بنسلم الهيئه الطرق ديت، هما بالنسبه للطرق بتوعنا 14 طريق على نطاق المحافظه مختلفين في مراكز متعدده، منها فيه ثلاث طرق في اشمون، في طرق في منوف، وفي طرق في بركه السابع، في طرق في وسنه، في المغور، وطرق اللي كانت بتؤدي حالتها رديئه وبتؤدي بتخدم على الطريق الاقليمي، في اكثر من طريق، خمس طرق بيؤدي للطريق الاقليمي، فدي برضو حطيناها من ضمن الطرق اللي هترفع كفائتها. فهي مجملها ده 250 مليون. انما كأطول ده الحفه مش موجود، مش متاح قدامي دلوقتي، يعني لان احنا لسه مسلمينه للهيئه امبارح على اساس وهم بداوا فعلا بالتنفيذ بالفعل. يعني من ضمن الطرق دي طريق النصر 90 الدبابه 8 كيلو اللي بين بيربط بركه السابع بطريق شبين اويسنا، ده بداوا فعلا بالماكينه الحديثه اللي هي اف دي ار لاعاده تشغيل مكونات الطريق مره ثانيه. دي طريقه جديده في طبعا طريقه جديده، ماكينه حديثه، ما فيش الا اثنين منها في 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 مصر، واحده شغاله هنا في المنوفيه والماكينه الثانيه في دمياط. هو ماكينه حديث وتجربه لتقليل التكلفه واعاده تدوير الخامات الموجوده في الطريق والاستفاده القصوى منها، ودي شيء جيد جدا ان انا ما بيطلعش عندي هالك، لان المكونات اللي بتاع الطريق اصلا مكلفه جدا اذا كان من طبقات اساس او طبقات اسفلت، فبيعاد تدويرها تاني وبيعمل لها اختبارات وبنضيف لها الخامات اللي بحيث انها تؤدي الكفاءه العاليه وتتحمل الاحمال، ويعاد تدويرها. فالمكنه شغاله موجوده على الطريق ده، ما شغاله بقى لها اسبوعين، فهي شيء جيد جدا وحسن استغلال للموارد اللي موجوده والتكلفه اللي صرفنا عليها من ميزانيه الدوله في الطرق اللي تهلكت، بس بتبقى الخامه نفسها موجوده بس عاوزه بعد التقويه يعني. تمام. ماشي يا باشمهندس، اشكر. اخر حاجه حضرتك، يعني في هل استجابه بيبقى في مثلا الاهالي لما بيطلبوا ان هم يعملوا حاجه في قريه او يوصفوا طريق او اعاده هيكله اعاده احلال طريق او كده، ده بيتم ازاي؟ او في استجابه من ده مع الاهالي بعيد عن الخطه والحاجات دي؟
وطبعا هو ما حدش يقدر يقول لا المساهمه المجتمعيه وفي توجيه ده في توجيه عام من الدوله ان في لجنه مشكله لهذا الغرض اي مشاركه مجتمعيه اذا كان رصد طريق او اعاده تطوير ميدان او عمل ارصفه بس يبقى من خلال القنوات الشرعيه ويبقى الكلام ده مقنن ومعلن ومراقب ماليا يعني بيفتح حساب للمشاركه المجتمعيه دي وبيجي نحط بنتقدر لهم العمل ده تكلفته تقدر قد كده اذا كانوا مساهمه 100% او مساهمه بنسبه وممكن نعرض الموضوع على السلطه المختصه اللي هو معالي المحافظ اللي يكمل لنا بقيه المبلغ لو كان مبلغ رصد طريق مثلا محتاج مثلا 5 مليون والناس هتلم 2 مليون ويساهموا في رصد الطريق ده ممكن نعرض الموضوع على السلطه المختصه ويقوموا بتدبير باقي المبلغ بس الكلام ده بيبقى كله في قنواته الشرعيه بيفتح حساب رسمي ونحط الكلام ده المبالغ المحصله فيه او المتورع بها فيه ويبقى تحت اجهزه الرقابه كلها جهاز مركزي وخلافه. تمام. اخيرا بتوجه رساله لابناء محافظه المنوفيه بتقول لهم القادم ايه بالنسبه للطرق في المنوفيه؟ لا هو يعني انا حظ جيد ان انا موجود في الخدمه لحد ما شفت السنه دي ما شفتهاش انا بقى لي اكثر من كام 30 سنه شغال ضخ الاموال وبالاخص في الطرق ما شفناش زي السنه دي. احنا كل سنه كان غايته 50 مليون 60 مليون 70 مليون 40 مليون على حسب موازنة الدوله انما السنه دي انه يجي لنا في خلال 3 4 اشهر دول ما يتعدى دلوقتي يعني 250 و50 عشوائيات ادي 300 مليون جنيه بعيد عن الخطه وبعيد عن الدعم اللي بيجيبوه لنا الساده النواب من وزاره التخطيط او من اي وزاره تانية بحيث ان احنا نرسل به طرق. لا موضوع تعدى ال 400 مليون جنيه ما حصلتش على مدى حياتي الوظيفيه بقى لك 33 سنه او 32 سنه ما شفتش الدعم وخاص في الطرق. يعني طبعا جهود بذلها معالي المحافظ طبعا انا يعني هو اتجاه دوله بس برضه معالي المحافظ له تاثيره وله رؤيته ان هو قدر برضه ينهض بالمنوفيه من اقل المحافظات اتاحه اعتمادات ماليه للرصف او حتى كموازنه حتى للمحافظه كلها كانت من المحافظات الميزانيه جدا في الترتيب في الاعتمادات الماليه المخصصه ليها الى يعني حتى مش هنقول اعلى المحافظات لا يعني نخش في ضمن المحافظات اللي بتراعي منظومه رصف الطرق فيها لان الطرق طبعا نظرا لدخول جميع المرافق دلوقتي عندنا معظم القرى والمدن صرف صحي وغاز وخلافه فبتتهالك الطرق وتتقطع والمبالغ اللي بتحصل لرد شيء لاصله ما بتفيش اعاده شيء لاصله كما ينبغي فالفلوس دي بتعيد تاهيلها وبالاخص لما تيجي المعدات الجديده برضه وتوفر في التكلفه لما بستغل الخامات اللي موجوده في الطريق واعيد وارفع كفائتها واحط لها خامات جديده اضافيه بحيث انها تتحمل الاحمال فده برضو هيعمل انتعاشه وهيعمل ان شاء الله يعني انا بظن خلال العام اللي جاي ده ان شاء الله بحيث ان احنا نكون مرينا على كافه الطرق اللي هي المتهالكه واللي تم انتهاء المرافق بيها على 2013 تاني هترفع كفائتها هتبقى ترفع المحافظه وتبقى في سيوله مريحه في جميع المراكز والطرق اللي تؤدي الى المحافظه ان شاء الله. باشمهندس علي احنا بنشكر حضرتك يا فندم شكرا جزيلا ويعني اخبار ساره واخبار سعيده وربنا يوفق سعادتك دايما ان شاء الله.